نبدأ. أنا أولا برضو يعني بحب أشكرك على إنك أنت بتلقي الضوء في حاجة مهمة جدا قد يكون محدش تعرض ليها خالص أو أي برنامج يتكلم فيها، فعشان كده دايما أو أنا ممكن قلت في البداية إن يمكن برنامجك مميز ومتميز في حاجة زي كده، اختيارك حتى للموضوعات ذات الأهمية يعني، أو بنلقي الضوء على شيء مهم جدا وهام جدا، وهو حتة الإصابات الرياضية، لأن طبعا يمكن دي حاجة مقلقة جدا، وحاجة لعنة الإصابات دي بتخلي اللاعب يعني تترك جواه أثر سيء وبيسيب الملعب، وقد تجبره على إنه يبعد فترة طويلة جدا ويعتزل. هو الكلام زي ما الهيد كوتش بيحب كان هو يهتم جدا بفرقته وبيختار أحسن العناصر في عنده للنشاط بتاعه في اللعبة بتاعته، نفس الكلام لازم يكون عنده اهتمام قوي جدا بحتة ازاي الوقاية من حدوث الإصابات. خلينا دايما يعني نتكلم بمنتهى الصراحة، يعني لما حضرتك بتجيب لعيب لازم اللعيب ده يخضع للكشف الطبي، لازم تعمل له سجل صحي، لازم تسجل كل بياناته بمنتهى الدقة. اللعيب انت بتجيبه بملايين وبتصرف عليه يعني حاجات فلوس باهظة جدا يعني. عشان يجي لاعب زي ده لازم الأول أحدد أعرف مستواه البدني، أعرف مستوى الحالة البدنية اللي هو موجود عليها، أعرف حالة الأجهزة الحيوية، أشوف أبدأ أعمل له القياسات البدنية اللي موجودة، وأبدأ إن أنا أعمل له قياسات فسيولوجية. لازم يبقى عندي سجل صحي خاص باللاعب ده، بكل لاعب، كل لاعب ده مفيش كلام عليه يعني. أنت حضرتك مش معنى ان انا حضرتك ان انا اهتم بس بالتدريب بتاعه او اللياقه البدنيه واسيب عنصر هام جدا وهي الحاله الصحيه بالنسبه للعيب. زي ما احنا بنقول كده، انت ممكن توصل اللعيب للقمه والكلام ده، لكن ان انا سلامته هو الهدف الاسمى اللي احنا بندور عليه. ودي مشكله احنا يمكن هنتكلم مع بعض فيها مع حضرتك دلوقتي في البرنامج المحترم الصادق اللي بيوصل لكل قلوب المشاهدين. بنتكلم في نقطة في منتهى الخطورة، يعني ان حضرتك ما تجبرش اللعيب على اللعب وهو مصاب، ما تخليش اللعيب وهو في حالة نفسها سيئة ان هو انك تجبره وهو يلعب. يعني دايما احنا عندنا الهيد كوتش ده بيعتقد ان هو بيؤمر وينه في كل شيء. انا بقول له انت عايز تنجح حتى تخصصك بالظبط كده، يعني ادي العيش خبازه زي ما يعني انا يعني عايز اقول له الناس اللي موجوده دي بتساعدك، والناس اللي موجوده دي كلنا احنا بنساعد عشان اللعيب، كلنا بنصب في حاجه واحده، عشان كده اسمه جهاز. جهاز بالظبط، انت ما بتشتغلش لوحدك، استفاد بكل الناس اللي موجوده اللي حواليك دي، كل ده اكيد ان هو يعني عايز ينجح، لان دايما زي ما بنقول كده النجاح له 1000 واحد والفشل له واحد. ودايما يمكن زي ما بنشوف كده احنا قاعدين ويمكن الهيد كوتش اللي بتغيره بيمشي، لا انا اكون مركز كويس جدا وموضب الخطه بتاعت الشغل كلها، ابني شغل كله على استفادتي من كل الناس اللي موجوده دي. معلش انت النهارده معاك جهاز طبي ده مش هيستنى لحد ما اللعيب يتصاب ويبدا يعالج اللعيب، لا خليه له دور في البدايه خالص، اشركه في البدايه انه ازاي يحافظ لك على سلامة اللاعب ده قبل ما ندخل في المشاكل بتاعته دي. يعني لما نيجي دلوقتي مثلا احنا بنقول يعني يمكن هتكلم على بعض من التجارب من خلال شغلي في الملعب في وانا كنت في غزل المحل، ويمكن انا اشتغلت مع مدربين كتيرة جدا يعني. اخدت غزل المحلة وطنطا، غزل المحلة وطنطا، وكنت في منتخب تشاد مع كابتن شريف الخشب، وكانت طبعا يعني تجربة ناجحة جدا جدا يعني. وده اللي يمكن عملناه ان مثلا كنا يمكن شوف بقى حضرتك غزل المحلة سنة 2000 مع كابتن فاروق جعفر، ان مثلا خدنا اللعيبة كلها وعملنا قياسات في المركز الأولمبي. انت النهارده بتقف على حالة اللعيبة، اهم حاجه عندك تشوف بدنيا لازم انا النهارده اعرف الاول مستواه الحال البدني عشان انت هتبتدي معاه ازاي. الحاله الفسيولوجيه بالنسبه للعيب واجهزته الحيويه اللي يعني انا الراجل ده لازم يكون معايا، لان اي حاجه بدنيه هتديها له لها مردود فسيولوجي. يعني ايه مردود فسيولوجي؟ يعني هيبقى في تحسن على الحاله العامه بالنسبه ليه او الحاله الصحيه بالنسبه للاعب ده.
فكنا بنبدا نعمل عمليه الاختبارات دي. هتعمل له حضرتك اختبار سرعه، وتعمل له اختبار رشاقه، تعمل له اختبار تحمل عام، تحمل دوري تنفسي، تحملات سرعه، تبدا تعمل كل الاختبارات البدنيه اللي هي داخل الملعب دي موجود. ودي بتاعتنا كلنا والناس كلها فاهمها، وكل الناس المدربين كلهم يعوا جدا لهذه النقطه. الجزئيه الثانيه ان حضرتك انت بتشتغل عليها، عايز تعمل اختبارات فيسيولوجيه، هتروح عندنا دلوقتي. انا عايز اقول ان في كل محافظه في دلوقتي مستشفيات طب رياضي. ممكن يبقى لها دور يا دكتور مجدي. خلينا نتكلم بصراحه، خليني اكلم حضرتك في منتهى الصراحه في النقطه دي. لا هي مش شغاله رغم ان في اجازه، بس بعضها شغال. انا شفت في البحيره عند الدكتور ابراهيم خضر وكيل الوزاره مستشفى رياضه على اعلى مستوى. انا نفسي رحت في مره من المرات عملت علاج طبيعي فيها وسافرت،